من يتابعها الدائم 20 مباراة 20 مباراة أول نهاية السباق و 20 جاي لفة إذا 20 جاي لفة على نهاية السباق والشكر موصول دائما للأمن الوطني وكذلك لأقوة المستعدة الأحمر والوقاية المدنية اللفة اللفة على نهاية السباق السباق لك عن مشاركة 71 استعد اللفات على نهاية السباق الزام الأماكن ديالهم جوج ديال الدورات لأن جوج ديال اللفات على نهاية السباق المراحل الأخيرة والمدرجات الأخيرة لغادي يدخل بها الآن كل المتسابقين لإنهاء المحطة الأولى من هذا السباق وهو السباق الرمضاني والذي برمج من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات بالتنسيق مع النادي الرياضي القنيطرة للدراجات في انتظار برمجة الأسبوع المقبل المحطة الثانية بالرباط والمحطة الثالثة بمدينة المحمدية. اللفة الأخيرة إذا اللحظات الأخيرة واللحظات الحاسمة في عمر هذا السباق إذا اللحظات الأخيرة واللحظات الحاسمة في عمر هذا السباق سيكون الصراع على أشد بين عدد من المتسابقين المشاركين في هذا اللقاء وهو السباق المحطة الأولى بمدينة القنيطرة أذكر على أنه قد شارك 71 مشارك في هذا السباق 22 نادي من ربوع المملكة المغربية سابقين اللي كانوا ابتعدوا عن الكوكبة الأولى بمسافة كبيرة إذن هنيئا لهذا المتسابقين وكما قلت من الوجوه الجديدة والشابة للمشهد أو لتعزيز المشهد الرياضي في رياضة الدراجات العالية إذن هنيئا لكل المتسابقين أذكر على أنه لا تتم فئة شركة في هذا الملتقى لما السيد عامل عملة تقييم القل هو السيد رئيس الجامعة الملكية المغربي الدكتور بن مهدي يسلم لنا الجائزة للرتبة الأولى على للبطل أو المتسابق بدر رفينات عن فريق الاتحاد البيضاوي الرتبة الثانية